يعني مجلس طرح سؤال وجود الثقافه المغربيه بالخارج. هذا الوجود بطبيعه الحال يستدعي منا جميعا من مختلف المؤسسات المغربيه التي تشتغل في هذا الحق للتنسيق الكبير. يعني لحد الساعه نلاحظ ان هناك تنسيق ضعيف، عدم يعني خلق يعني فضاء يشتغل فيه الجميع وفي اتجاه واحد، لان كل مؤسسه تشتغل بمفردها. اعتقد ان من خلال هذه المشاركه في المعرض ومن خلال هذا السؤال حول الثقافه المغربيه ايضا نطرح هذا السؤال خاصه على الحكومه، أن الآن يجب أن تقف وقفة تأملية كبرى من أجل خلق آلية تشتغل على العرض الثقافي المغربي، لأننا لا يمكن أن نستمر يعني أن نستمر تقديم هذا العرض الثقافي بشكل مبعثر وبشكل مشتت وبشكل حقيقة لا يرقى للانتظارات ولا للحاجيات ديال الجالية المغربية في الخارج. إذا نتمنى أن هذه المشاركة تكون بادرة وتنتبه وتلتفت الحكومة المغربية إلى ضرورة يعني بلورة عرض ثقافي يعني في مستوى التحديات وفي مستوى الانتظارات. نعم، هناك ميزانيات مرصودة وهي ذكرها المجلس على الحسابات، موجودة في وزارة الهجرة، موجودة في وزارة الثقافة، في وزارة الجالية المغربية، في وزارة الخارجية، في وزارة الأوقاف، في مؤسسات أخرى. ولكن بطبيعة الحال غياب التنسيق كيجعل على الرغم من أهمية الميزانية، لأن أقلل منها أهميتها لا نجد لها أثر على الواقع، لأن هي مبعثرة ولا تتم في إطار من التنسيق بين مختلف المتدخلين، وأن الإمكانيات نشتغل بها في اتجاه واحد. الآن كل مؤسسة تشتغل بهذه الإمكانيات المتوفرة لديها بمفردها، مما يجعل الفاعلية يعني غير ذات جدوى. فنتمنى أيضا أن نتوفر هذه الميزانيات التي تعتبر بالنسبة لاقتصاديات بلادنا ميزانيات مهمة، كما قلت مذكورة في آخر تقرير مجلس الحسابات، أن نتوظف يعني في إطار يعني موحد من التنسيق حتى تستطيع أن تعطي النتائج المرجوة. المغرب على غرار الدول الأخرى لابد أن يشتغل في عرضه الثقافي على توفير آلية تسهر يعني على تقديم هذا العرض الثقافي. الدول العالمية تشتغل عبر مؤسسات، مثلا نشاهد أن الإسبان يشتغل على مؤسسة سيرفانتيس، الألمان جوت، الصينيين كونفوشيوس، الفرنسيين عن طريق المعهد الفرنسي. أعتقد المغرب أيضا ممكن أن يشتغل على آلية وخلق وكالة تسهر على تقديم عرض ثقافي لمغاربة العاجل، تكون فيها حاضرة مجموعة القطاعات الحكومية التي تشتغل على القطاع كما هو يعني في مجلس إدارتها كما هو الشأن بمختلف الدول العالم. ممكن نخلقوا يعني وكالة تسمى باسم يعني يرمز إلى وحدة البلد، مثلا مؤسسات محمد السادس للثقافة واللغات مثلا، لتسهر على هذه الوكالة من أجل تقديم عرض ثقافي يعني للعالم، من خلال هي يتم تدريس يعني الثقافة المغربية، التاريخ المغربي، اللغات المغربية يعني من اللغة العربية واللغة الأمازيغية بطبيعة الحال، وبطبيعة الحال كل عناصر ديال الثقافة المغربية وتقديمها يعني من فنون ديال الطبخ، ديال القفطان المغربي، ديال الإبداعات المتعددة والمتنوعة التي ربما يعني كثيرة جدا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.